pick a number from 1 to 41. هم اختاروا قلت 2000 يبقى 2 يكسبوا 1000 او 4 يكسبوا 500. اختاروا ان 4 يكسبوا 500. ماشي اول 500. ما تحطش يا عم اسم مفيش وقت نضيعه. شرحها يا عم. يلا يا اسطى جهز فلوسك. ماشي يا جماعه قربوا كده. الاول في مين؟ والله هنتفشح كلنا. عامة الرن بنبتديها كده مطلع كده رخم جدا. دي اصعب حته في الرن. بعد كده بتنزل، بعد كده بتبقى اسهل، بعد كده بنرجع تاني بنتفشخ تاني، وبعد كده بنرجع تاني. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين؟ ايوه. جاهزين ولا ايه؟ يلا بينا. النهارده يا جماعه مش عارف في كام، لسه هنعدهم بعدين، بس اكيد من 41. ايه الاخبار يا جماعه؟ جاهزين ولا ايه؟ يلا لطيف، يلا عمر. صورك جنب التوسيت يا عم. صورك جنب التوسيت يا عم. يلا يا عيسوي اهو. يلا يا عيسوي يا ابني. وانت واخده سباق ليه؟ عايزين تشربوا حاجه؟ تشربوا حاجه؟ تركب العربية ابدا. تركب العربية ما حصلش. توب 3 اخيرا. في بنت وصلت الاول. اخيرا بنت وصلت الاول. عاش قوي. عاش عاش. الشباب بتعمل سبرنتات يا تيف. الشباب بتسبرنت. ايه الاخبار؟ كان اخبار ايه ده اول 3 كيلو؟ تيفا بيريح يا جماعه عشان كان بيجري معانا وتعبان. يا نهار ابيض. بص يا جماعه في اتنين بيغشوا ورا. انا لسه ملاحظ انهم قاعدين على العربيه دلوقتي. انا لو شرير هوقعهم عشان هم قعدوا من ورايا. ما اعرفش. ماشي يا جماعه زي ما انتوا شايفين النهارده تالت مره نعمل تالت لا دي رابع مره. رابع مرة العدد كبر والناس ابتدت تشجع ان هي تيجي. شجعوني ان انا اجي، فدي حاجة جميلة جدا. انا مسافر خلاص بعد بكرة، بس لما ارجع ان شاء الله هنكمل ونكمل الروح الحلوة دي. بس عاش. نحب نشكر ميسفيت ستوديوز، الشركة اللي انا عملتها من سنة اللي خلتني اقدر اعمل الكلام ده. ماشي يا جماعة، لو انتوا بتسألوا انا ليه بعمل الجري ده وبندي فلوس وكده، الفلوس انا عارف الفلوس مش فارقه مع اغلبيتكم يعني. بس دي حاجه حلوه، بيبقى حاجه تحفز برضو ان احنا نيجي. وانا بنبسط ادوس على سيري الصراحه. ببقى مبسوط قوي. تختار رقم. بس وانا مبسوط قوي ان احنا ابتدينا ننزل وبنبدا حاجه كويسه مع بعض. وبالنسبه لي health is the most important thing in life. It's more important than money, than love, than anything. طبعا ربنا فوق كل شيء يعني، والدين. فهيلث از ريلي امبورتنت، بيكوز وداوت هيلث حتى لو معاك فلوس كتير ومش قادر تتحرك في البيت، فلوس مش فارقه. وبس فاهم حاجه في الحياه اتس هيلث بالنسبه لي يعني. And then wealth, love, happiness. And I put it like this because health is the most important. And then wealth, because what's the number reason of divorce? Financial problems. So without wealth, you can't have love. And without love, you can't have happiness. So that's how I put it. And I learned this from one of my mentors. And having a mentor is really important. By the way guys, انا كنت فاشل في المدرسه. درجاتي كانت زباله في المدرسه. كنت المدرسين كلهم يا ابني انت مش هتعمل حاجه في حياتك. بس فالمدرسه درجات مش اهم يعني. ركزوا في المدرسه خلصوها، بس لازم تتعلموا حاجات بره المدرسه، تقروا حاجات ان هي بتحبوها وكده. ما تخليش حد ان انتوا درجاتكم مش كويسه يقول لكم انتوا مش هتوصلوا لحاجه او في حلم مش هتقدروا توصلوا له. الكلام ده كله غلط يعني، عشان انا كنت فعلا 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 فاشل في المدرسه. والنهارده احنا هنا يعني الحمد لله. ومن سنه كنت بدات فكره، الناس قالت لي مش هتشتغل، ودلوقتي عندنا 15 واحد في الشركه وبنكبر كل يعني. وي دبل افري مانث، وي دبل اند اور افري تو مانث وي دبل ان ريفينيو اند وي دبل ان تيمز اند ايفريثينج. But there's nothing impossible guys. The online world opens a lot of doors. ممكن تتعلموا اي حاجه. مش محتاجين تستنوا على حد يعلمكم حاجه، ومش محتاجين تعملوا حاجه. كل حاجه على اليوتيوب ببلاش.
عايزين تروحوا تتعلموا. الايديتنج كومباني اللي انا فتحتها دي انا اتعلمت لوحدي، اتعلمت من اليوتيوب، ولغايه النهارده الناس كلها اللي بعينهم ما بيعرفوش يعملوا ايديتنج وبعلمهم بيعملوا. If they have a passion I hire them, they work on it, I even pay them to learn and then they perform a lot better. عايزين تسمعوا البريورتيز والجولز الفرق ولا لا ولا لقيت الفلوس؟ يلا. انا كان نفسي ابقى ممثل، بعد كده لقيت التمثيل حاجه ما بحبهاش. فالسوشيال ميديا جت، بدات مع ساره، كنت بعمل فيديوهات كوميدي زي ما انتوا عارفين مع ساره، ولقيت ان دي حاجه عجبتني وكان نفسي اعمل فلوجز وكده. بس عشان اكمل ان انا اقدر اعمل ده كنت لازم مثلا اشتغل مع شركات، وشركات تعمل اعلانات عندي على البيج ومش عارف ايه. الموضوع ده ما كانش عاجبني عشان I'm not a tool, I'm not a marketing tool. فلقيت ان الجولز بتاعتي كان انا عايز اعمل فيديوهات، ده كان الجول بتاعي. فالبريوريتي بتاعي ان انا عايز اعمل فيديوهات واعمل، بس ما كانش معايا فلوس اشرب واكل. وطبعا قلت لمامي وبابي ممكن تدوني فلوس عشان اعمل فيديوهات، قالوا لي يلا يا ابني. فاضطريت الاقي طريقه ثانيه ان انا اقدر اعمل فلوس عشان اعمل اكمل الحلم بتاعي. فانا كنت بحب اعمل، يعني بعمل فيديوهات اديتنج على الموبايل بتاعي اللي انا بنزلها لكم. بعد كده كنت شغال اصلا في مطعم في كندا، ما تعرفوش الكلام ده طبعا، ويتر. في يوم اترفدت فيه وقعدت نفسي ان انا عمري ما هشتغل لحد تاني، وقلت انا هتعلم حاجه وهتعلم ان انا فوكس، ان انا اعلم نفسي حاجه مش حد يعلمني ولا المدرسه تعلمني. وفعلا سافرت، والجول بتاعي كله تركيزي كله ان انا اتعلم اعمل اديتنج واعمل فلوس من الايديتنج عشان اصرف على حلمي او على الجول بتاعي. فالشركه دي بقت البريوريتي بتاعتي. الجول بتاعي ان انا اعمل فيديوهات، بس اللي انا مركز فيه ان انا اعمل ايه؟ فلوس. فالبريوريتيز اتغيرت. فقعدت سنه، يعني انا بقالي سنه لو شفتوا الفولورز بتاعتي كانت لازقه على 119,000. بقالي سنه ما بتحركش، ليه؟ عشان مركز ان انا اكبر الشركه بتاعتي، ما بعملش اي حاجه ثانيه. فقعدت سنه ما بعملش حاجه غير ان انا بشتغل 12 ل 16 ساعه في اليوم ان انا اكبر الشركه. وزي ما انتم شفتوا في سنه الموضوع كبر ازاي. ودلوقتي اقدر اصرف على الفيديوهات اللي انا بعملها، واقدر اعين ناس تعمل فيديوهات وتعمل مونتاج لكل حاجه. فالجول بتاعي قدرت اوصل له، بس لما غيرت البريوريتيز بتاعتي هو ده اللي خلاني اوصل للجول بتاعي. في حد نفسه ينقز الكلاب في الشارع، ده الجول بتاعه. فبينزل هياخد، في حد بينزل هياخد كلب هيقعد يحط الكلب في البيت، هيحط اخرك هتحط كام كلب في البيت؟ اخرك خمس كلاب في البيت؟ انت ما حلتش المشكله. You didn't reach your goal. فالفكره ان انتوا ازاي تعملوا فلوس بالموضوع ده. طيب ماشي يا جماعه، هنعمل مثلا سلاسل كلاب ونبيعها، ماشي، و 50% of the profits هتروح ان احنا ننقذ الكلاب. فشفتوا ازاي الموضوع اتغير؟ طب خلاص انا كده ابتديت اقدر اعمل فلوس من حاجه انا بعملها وهدخلها في الجول بتاعي. فهمتوا الموضوع goal versus priorities؟ فهمتوا الفرق ازاي؟ ده مهم جدا ان انتوا تعرفوا ايه الجولز بتاعتكم، بس ايه البريوريتيز بتاعتكم. انا دلوقتي البريوريتيز بتاعتي ان انا ابقى هيلثي، فده اللي انا مركز فيه. خلاص الشركه خلاص انا بقيتش احتاج اشتغل زي ما انا بقدر اشتغل، بشتغل عدد معين في الساعه، بس مش محتاج ابقى دايما ايه not work in my business but I work on my business. بس يا جماعه يلا نسحب بقى الفلوس. عاش يا جو. From 1 to 64 that would be 53. 53 33. 13 يا ابن الذين لحق نفسه. على انا ايه؟ يلا فين الضحكه الحلوه يا جماعه؟ والله يا مو ماليش نفس.